رسالة لكل من ضاقت عليه الدنيا، مهما ضاقت عليك الدنيا اعلم أن الله عز وجل شانه أمره بين الكاف والنون. مهما ضاقت عليك الدنيا اعلم أن الله عز وجل إذا رزقك السعادة لو كنت في القبر ستراه جنة، لو حبست، لو عذبت، لو جاءت عليك الأمراض صباحا ومساء وضيق عليك في عيشك، إذا رزقك الله السعادة لن تأبى بهذا كله. هل ورد في القرآن أن هناك سعادة في الدنيا؟ تجد أن السعادة أورثها الله عز وجل شأن في الآخرة. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، عن الآخرة. إذن كأن السعادة في يوم القيامة. إذن الدنيا، من هذا الاستنتاج نستنتج لا سعادة كاملة في الدنيا، لكن ربما في طمأنينة، تهنأ بعيشك، ربما ترضى بما أتاك الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تظن أنك في الدنيا أتيت وستضع قدما على قدم وترزق الراحة. راحة البال أنت تأخذها لا من الجسد، تأخذها من الروح إذا اعتنيت بدينك، إذا أقبلت على الله. وإلا الجسد، ألا ترى معي أن الجسد سواء كان منعما مترفا، انظر للأغنياء، جل الأمراض النفسية عندهم، فالجسد لا علاقة له براحة البال. الله عز وجل ماذا قال؟ وأصلح باله، يعني كأن إصلاح البال من عند الله لا يقوى عليه أحد. فالمال لا يعطيك السعادة ولا راحة البال إلا الله، وأصلح بالهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، ما البلاء سيبقى معك حتى تلقى الله. تقول لي يا شيخ لماذا أنا مبتلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ستبتلى يوم الدين. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه حتى وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذن حتى الابتلاء رحمة. كيف أنال السعادة مع ضيق الدنيا؟ كثير من الناس: يا شيخ عندي مشكلة في المال. رب العباد، أول ما نزل ملك حينما نفخ الروح، أول ما نزل الملك وأنت في الشهر الرابع كتب الرزق، رزقك مضمون وعمرك مكتوب. نحن نكذب من أجل الرزق، يصيبنا الضنك من أجل الرزق. لماذا أنا أشعر بضيق بشيء قد ضمنه الله لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: للرزق، اسمع، للرزق أشد طلبا للعبد من أجله. أنت تهرب من الموت وأنا أهرب من الموت، لكنك لن تهرب منه، سيظفر بك. وكذلك الرزق مهما هربت منه سيأتيك وتظفر به. لهذا أريد أنا أن أرزق حياة طيبة في هذه الدنيا. الله عز وجل أعطى لك أجمل الكلام وأطيب الكلام. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شوف، وهو مؤمن، قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. لماذا قال طيبة؟ تعلم لماذا؟ لأنه لو أصابك الهم ستطيب نفسك. لماذا؟ لأنه من عند الله. لو أصابك الغم ستطيب نفسك، لأنه من عند الله. لو أصابك المرض والوجع من عند الله. فالله عز وجل قال: فلنحيينه حياة طيبة، أي سيرضى بكل ما يلاقي. قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لهذا أنت، كثير من الناس يسأل: يا شيخ أشعر بضيق، أشعر بغم. نقول له: بداية، هل اعتنيت بروحك؟ الروح لها حق، الروح هي أصلا المحرك الرئيسي للحياة، هي أصلا سبب الوجود في هذه الدنيا حتى تجعل من نفسك عبدا لله. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قبل قليل قال الله لآدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أريد أنا أن لا أشقى في الحياة. قال الله: فمن اتبع هداي. أنت إذا اتبعت ديني أعدك أن لا تشقى. قال: ومن أعرض عن ذكري، عند ذكر الله لا يذكر، عند الصلاة. ثم نقول: لماذا الأمراض النفسية؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مهما اتسعت الدنيا لك سنضيق عليك الصدر. ما فائدة سعة الدنيا وصدري ضيق؟ ما الفائدة؟ لهذا قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في الآخرة ما الجزاء يا رب؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. تعلم لماذا؟ أعرضت عن النور، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى كأنه نور. ألا يكفي بك حينما تسمع، يا أخي اسمع، ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. تعاني من فزع، خوف، تخشى على رزقك، اذكر الله. تخشى على ماذا؟ على وظيفتك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا أحد يمنحك الطمأنينة إلا الله. كيف يمنحني؟ ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أفضل من هذا تشريف؟ ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير ممن ذكرني عندهم. ثم تريد أن لا أرتاح؟ لهذا الله عز وجل يقول:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل طمأنينة تسعى لها دون الله ليست طمأنينة، كل سعادة تسعى لها دون الله سيذيقك الله وبال أمرها ولو بعد حين. السعادة ليست باتساع الأرض، السعادة باتساع صدرك للعالمين. فائدة اتساع العالم وأنت صدرك ضيق؟ تعلم ما أجمل ما في الدنيا أن تشعر بقرب المولى منك. لهذا الله عز وجل لما قال لنبيه فإنك بأعيننا، شوف أسألك بالله لو قال الله لك فإنك بأعيننا، هل تأسى على الدنيا أم لا تبالي؟ رب العباد قال النبي فإنك بعيننا، إذا كنت بعين الله لا تبالي بأي أحد ولا تبالي بالأرض ولا بأي شيء، لأنك بعين الله سبحانه وتعالى. لهذا إذا أردت فعلا أن تقترب إلى الله اعلم أنت تقترب لسعادتك، تقترب أنت للطمأنينة، لأن الله سبحانه وتعالى يا أخي جعل الله عز وجل في الجنة السعادة، فأنت إذا اقتربت منه أذاقك من رحيق الجنة، من سعادة الجنة. والله أعلم.